محمد صلى الله عليه وآله وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن قلاب بن مرة بن قاب بن لعي بن غالب بن فخر بن مالك بن نظر بن قنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان وبن إسماعيل عليه السلام وبن إبراهيم عليه السلام بن آزر بن نهور بن صاروخ بن رعوب بن فالح بن هود عليه السلام بن صالح بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن متوشالح بن إدريس عليه السلام بن يارد بن محللئيل بن كنان بن أنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. دوستو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ اگر آپ تمام انبیاء کرام کے اس مکمل اور مستند شجرہ نسب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی ہماری ویب سائٹ islamiccharts.com کو وزٹ کریں.